مشاهدينا الكرام، يعني هذا ما تجسد على الأرض. معي الآن من القاهرة عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في غزة. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ عدنان. كيف تعلق على هذا المشهد؟ يعني مشهد دامي، نتحدث عن منطقة في شمال قطاع غزة، استهداف إسرائيلي مباشر يسفر ذلك عن مقتل 100 فلسطيني و 1000 جريح، في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير الإسرائيلية وتصرح فيه وزارة الحرب الإسرائيلية وحتى ما يأتي على لسان نتنياهو بأنه يعني نحن نتخذ إجراءات من شأنها أن تمنع إبادة جماعية أو استهداف المواطنين. نعم، ما حدث بصراحة هي مأساة كبرى في شارع الرشيد. يعني هناك جموع من المواطنين كانت تنتظر قدوم شاحنات أو عمليات إسقاط من الجو. نحن الآن بصدد دراسة ما الذي حدث، نريد المعلومات الكاملة، معلومات الكاملة قبل إصدار موقف رسمي، ولكن ما يصلنا من تقارير الأوضاع مخيفة ومرعبة، وما حصل يعني هو كارثة كبرى. حتى الآن سيكون هناك بيان خلال الساعات القادمة الأحداث. نعم، عم أسمعك سيد أبو حسن، تفضل. نعم، فقط نحن نريد أن تكون هناك معلومات أكثر من شهود عيان مما كانوا في المكان، كيفية حدوث هذا ما حدث. هذه جريمة كبرى أيا كانت الأسباب، سواء تقدموا إلى أماكن أكثر من اللازم، كما أنا سمعت الآن في بعض التصريحات أو الإذاعات الإسرائيلية يقولون بأنهم تقدموا أكثر من اللازم، أو هناك تنصل من المسؤولين. لا نعرف بالضبط ما الذي حصل، ولكن ما الذي يقصد به يعني هذا التبرير الإسرائيلي المتعلق بأنه تقدموا أكثر من اللازم؟ عندما نتحدث عن شمال قطاع غزة، ماذا يعني تقدموا أكثر من اللازم؟ يعني هذه منطقة منكوبة بصراحة، وهذه يعني تصرف الناس طبيعي تجاه أي مساعدات قادمة. نتحدث عن مئات الآلاف من الجائعين، يعني عندما تأتي أي مساعدات وهناك حالة من عدم اليقين موجودة، بالطبيعي إنه الناس تتقدم خطوات أو مئات الأمتار باتجاه هذه الشاحنات التي من المفترض أن تصل. ولكن بهذه الطريقة بما رأيناه وما التقارير التي تصل تباعا، بصراحة هذا شيء غير مسبوق. ولكن نحن نتريث الآن قليلا من أجل الحصول على المعلومات الكاملة، والتي تعمل معظم منظمات الأمم المتحدة الآن على الحصول عليها بأقصى سرعة. طبعا نحن بطبيعة الحال بحسب ما أشارت التقارير سيد أبو حسنة، نتحدث عن دخول 51 شاحنة من المساعدات إلى شمال قطاع غزة من آخر مرة دخلت فيها المساعدات، فقط 51 شاحنة. نعم، يعني عملية إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة هي عملية كانت متوقفة. نحن حاولنا إدخال 35 قافلة من المساعدات منذ بداية يناير حتى 5 من فبراير. آخر مرة أدخلنا بها مساعدات كانت في 23 من يناير الماضي. هناك حالة من عدم اليقين أيضا لدى كل سكان منطقة شمال قطاع غزة، لذلك نرى دائما هناك تدافع كبير. هناك الناس تموت بصراحة، هناك أطفال رضع يموتون في تلك المنطقة. يعني هناك معطى جديد، يعني هو كان قديما ولكنه أصبح أكثر عمقا في تلك المنطقة. يعني الأطفال الذين ولدوا حديثا يولدون قصار القامة وناقصي الوزن، وهذا تعبير عن حالة انعدام الأمن الغذائي. وبطبيعة الحال كذلك يعني أستاذ أبو حسنة، يعني التقارير دائما تشير إلى أنه الوضع متدهور وسوف يؤدي إلى كارثة المجاعة.
بحسب هذه الأخبار يعني التي نريدها ونسمعها منكم أنتم كمراقبين أو كعاملين في الأونروا أو في المجالات الإغاثية، الحقيقة لربما تشير إلى أنه مجاعة تجسدت فعلا على أرض الواقع تحديدا في مناطق شمال القطاع. نعم هذا صحيح، ويبدو أن هذا هو مثلث الموت والمرض والقتل هو الذي يخيم الآن على شمال قطاع غزة. هناك مجاعة حقيقية، هناك تقارير مؤكدة ومثبتة لدينا ولدى العديد من المنظمات الإنسانية. بالأمس تحدث مفوض الأونروا وقال حتى علف الحيوانات لم يعد موجودا، يعني علف الحيوانات لم تعد موجودة ولا يمكنك شراءها. إذا كنت تستخدمها كبديل للخبز على سبيل المثال، هذه المنطقة تتجه نحو الانتحار، وهذا غير مسبوق في التاريخ الفلسطيني حتى في عام 1948 منذ النكبة الأولى لم يحدث ما مثل ما يحدث الآن. نعم. في شمال قطاع غزة. طب الآن أنت سيد أبو حسن تحدثنا من القاهرة، أيضا للمشاهد العربي ووسط التصريحات الإسرائيلية التي تأتي يعني محاربة للأونروا بسبب الاتهامات السابقة المبنية على وجود 12 شخصا، يعني قيل إنهم انخرطوا مع الفصائل الفلسطينية أو ما إلى ذلك من اتهامات، ما حدود العمل الآن يعني للأونروا؟ عدد العاملين أو إطار عملهم، في أي سياقات يعملون، ما طبيعة الدور الآن الذي تقدمه في القطاع؟ يعني إسرائيل تهدف من هذه الحملة المحمومة ضد الأونروا إلى تصفية الأونروا، وعندها اعتقاد بأنه بتصفية الأونروا سيتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهذه ليست المرة الأولى. ولكن عمليا على الأرض نحن لوحدنا في غزة، الأونروا هي الجسم الوحيد المتبقي والمتماسك الذي يقدم مساعدات. لدينا 13,000 موظف في غزة، 10,000 من العاملين بعقود مؤقتة، مئات المؤسسات، مئات العربات والقدرات اللوجستية. مع الاحترام يعني هم يبحثون عن بديل، مع احترام لمنظمات الأمم المتحدة الشقيقة والتي تتعاون معها، ولكن أنت تتحدث عن منظمات عدد أفرادها 3 أشخاص، 5 و6 و7 وبأقصاها 20. عن أي بديل يتحدثون؟ يعني هذا كلام يدخل في مرة أخرى، كم الكادر الموجود في القطاع يا أستاذ أبو حسن لو سمحت لي؟ يعني لدينا 13,000 موظف ثابت و10,000 من الموظفين العاملين بعقود مؤقتة. يعني نتحدث عن حوالي 23,000 موظف على الأرض في قطاع غزة، منهم 5,000 يعملون في مراكز الإيواء ونقل اللوجستيات وما إلى ذلك. بينما المنظمات الشقيقة الأخرى لا أريد أن أكرر، ولكن تتحدث عن منظمات عدد الكادر 3 أشخاص، 5 أشخاص، 4 أشخاص. لذلك يعني موضوع إيجاد بديل عن الأونروا يعني سيكون صعبا للغاية. نحن لدينا المعلومات والذات، نحن يعني شريان حياة الناس في قطاع غزة. اليوم ما يحدث في القطاع إنه عدد الشاحنات التي دخلت في شهر فبراير هو نصف عدد الشاحنات التي دخلت في شهر يناير. يعني لا نعرف بصراحة ما المراد من ذلك. هل تجويع الناس بهذه الطريقة يعني سيدفع عملية التفاوض على سبيل المثال، أم أنه سيزيد الحقد والتطرف وسيزيد المعاناة؟ يعني هذه نظرية طبيعية في كل مكان في العالم. الضغط لإنهاء الأونروا، يعني الجانب الإسرائيلي يعرف تماما قبل كل شيء إذا لم تتواجد الأونروا من سيكون بديل عن الأونروا؟